تفرع عن هذا قول بعضهم أو اشتراط بعضهم بمعنى أصح أنه في حالة الردود لابد قبل أن يتبع الرد أن يعني إيصال نسخة إلى المردود عليه حتى ينظر فيها، ويقول إن هذا من نهج السلف. هذا ليس شرطا، لكن إن تيسر وكان يرجى من هذا الأسلوب يعني التقارب بدون تشهير القضية بين الناس، فهذا لا شك أنه أمر جيد. أما أولا أن نجعله شرطا، وثانيا أن نجعله شرطا عاما، فهذا ليس من الحكمة في شيء إطلاقا. والناس كما تعلمون جميعا معادن، كمعادن الذهب والفضة، فمن عرفت منه أنه معنى على الخط وعلى المنهج وأنه يتقبل النصيحة فكتبت إليه دون أن تشهر بخطئه، على الأقل في وجهة نظرك أنت، فهذا جيد. لكن هذا ليس شرطا، وحتى لو كان شرطا ليس أمرا مستطاعا. من أين تحصل على عنوانه وعلى مراسلته؟ ثم هل يأتيك الجواب منه أو لا يأتيك؟ هذه كل أمور يعني ظنية تماما.